باشمهندس، انا شايف ما شاء الله مبنى الكنيسه اعتقد ان هو بيتسلم دلوقتي. هو فعلا احنا في النهايات خلاص، احنا طبعا ملتزمين بتاريخ تسليم معين، فهو فعلا في النهايات في التقفيلات الأخيرة يعني. معدلات انجاز وفق ما كان مخطط ليها؟ طبعا بص، طبعا في كان ضغط كتير، وكان في عمالة كتير، وكان في التزام بمواعيد كان لازم ان احنا نقفلها، لمواعيد صلاة، لمواعيد افتتاح، مواعيد زيارات، فإلى حد كبير طبعا التزمنا بالمواعيد وبالمعدلات طبعا. طيب حضرتك هنا بقالك قد ايه؟ انا بقالي اكتر من 5 سنين في المشروع ككل يعني. كان لسه صحراء اعتقد. طبعا احنا جينا وبدأنا طبعا بمباني تانية يعني، الكنيسة مش ما بقالهاش 5 سنين، بس هو المشروع مجموعة كبيرة من المباني، فكنا بنبدأ بيها بخطة معينة يعني، بس اهو يعني في حاجات كتير، مباني كتير داخلة في التسليمات الأخيرة خلاص يعني. طيب احنا عشان نوصل لمعدلات الإنجاز دي ومباني كتيرة زي ما حضرتك قلتي خلاص قربت ان هي تتسلم، معدلات الشغل كانت عاملة ازاي؟ طبيعة العمالة، الورديات، المهندسين الموجودين؟ بص طبعا كان في ضغط في فترات كبيرة، خصوصا مواعيد التسليمات، خصوصا ان بتبقى الاجازات احنا مش ملتزمين بيها يعني بكمية كبيرة، اجازات كتير كنا كلنا مفيش اجازات، مش هقول لك يعني للاسف لا في شغل لان احنا ملتزمين بمواعيد، وطبعا الاتموسفير بتاع الشغل اللي حواليك انت مش بتتحكم فيه 100%، فانت لا لازم تضغط، تقدر تضغط عليه على قد ما تقدر بتعمله يعني. باشمهندس انا عايز اعرف بس الشركه بتاعتكم مسؤوله عن تنفيذ ايه بالظبط في المنطقه التراثيه؟ احنا هنا يعني الحمد لله احنا جزء كبير من المدينه التراثيه، احنا تقريبا معانا اكتر من نص المدينه، هي المدينه حوالي 260 فدان، احنا معانا حوالي فوق ال 140 فدان منها. احنا ماسكين هنا هو جزء المسجد اللي احنا فيه ده بالساحه اللي حواليه كلها. اكتمل المسجد اعتقد اكتمل. لا خلاص تشطيب كله واشتغل، والرئيس نفسه جه فتح المسجد وجه حاضر هنا هو الافتتاح، وشغالين في الاعياد وشغالين دايما موجودين في المسجد. فينشد كله بالهارد سكيب اللي حواليه، بالنوافير اللي حواليه، بالشغل كله اللي حواليه. في المنطقه اللي جنبه على طول خلصت برضو المنطقه التجاريه كوميرشال، دي عباره عن 9 مباني كلهم برضو تجاري، دول برضو عشان خاطر الايجارات والكلام ده كله الناس تبقى شغالين فيها. تجاري هتبقى مقرات للشركات مثلا؟ اي حاجه بقى سواء بنوك، شركات، تجاري، محلات، اي حاجه كل الكلام ده متاح فيه، هي 9 مباني كبار كلهم اي حاجه الحاجات دي كلها.